اليوم ولأول مرة مملكة البحرين تستضيف عرض ساحر أوز The Wizard of Oz من تاريخ 13 إلى 17 أغسطس في مركز البحرين الدولي للمعارض. قبل بداية العرض بنصف ساعة أشوف أن مواقف السيارات ممتلئة بالكامل، مما يدل على نجاح هيئة البحرين السياحة والمعارض على استقطاب العوائل لمثل هذا العرض المسرحي وباقي فعاليات الهيئة. من المتوقع أن العرض يكون بمؤثرات خاصة وديكورات متقنة وبطريقة استعراضية مميزة وجذبة للكبار قبل الأصغر. في موقع العرض موجودة عدة أكشاف لبيع الوجبات الخفيفة والفشار أو النفيس. زالت التذاكر تنباع على الموقع الإلكتروني اللي موجود على الشاشة، تقدر ترفع الشاشة لفوق وتحجز تذكرتك أو عن طريق تواجدك في بوابة الميناء بمجمع الأفنيوز علشان تأخذ تذكرتك، وعندهم حتى الدفع بالبطاقة.